على أراضي في عام 1979 هنالك في استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد، وحاول لمصلحة أصحاب الدار وللمنتخب العراقي مصطفى ناظم سجل في المواجهة مباراة الافتتاحية على مستوى منافسات بطولة كأس الخليج، ودلالة أيضا على صعوبة المواجهة وأن الأرض لا تعاد في التوقيت المناسب. تعود بعد ذلك في منتصف ملعب المباراة عودة بكرة في الجهة لقاءات الفريقين في بطولة كأس الخليج. العراق انتصرت في 4 لقاءات والعناب انتصر في الفريقين، العراق انتصر في 5 منها انتصار أيضا في خليجي 9 كان على حساب العناب بثلاثية نظيفة عن طريق حبيب جعفر هدف نهائية، وبعد ذلك ليصل إلى المبتغى وإلى الغاية. تعود في منتصف في ملعب المباراة عن طريق محمد علي عبود على مشارف المنطقة، الآن تمريرات عراقية، عبود مرة أخرى البحث عن الجهات اليسرى، التقدم يأتي عن طريق اللاعب ضرغام إسماعيل والمحاولة ولا تصل في عراقي في منتصف في ملعب المباراة. انذار يأتي على أحمد علاء واحد من الأسماء التي كما ذكرت تتقاسم صدارة الهدافين من خلال منافسات هذه البطولة برصيد مقابل العنابي لم يلعب ولا مرة في المرات الأربعة السابقة ركلات الترجيح من خلال النظام الجديد، لكن لعبها ضد العراق ربي محاولة رأسية وسود الرافدين وعن طريق الأبرز إبراهيم بايش جاب البشارة جابها وصولا إلى مباراة اليوم، ولتستمر الأفضلية أيضا في تاريخ لقاءات الفريقين التي بدأت للمرة الأولى في عام 1975 في تصفيات كأس آسيا. يومها تقدم بعد انتصاف في شوط المباراة الأول، انتصف شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان 1-0 ظهرت مرة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في بطولة عام 2014 هنالك في العاصمة السعودية الرياض، بينما العراق بدأ مشواره مع البطولة في 9 الأول 84 كان اللقب الثاني، وفي الرياض أيضا حقق اللقب الثالث في أقدام محمد علي عبود، تغيير لاتجاه اللعب تصل إلى ضرغام إسماعيل لمسة بالمحاولة ميزة على مستوى أحداث بطولة كأس الخليج، ونصف ساعة فيها من المتعة وفيها من الإثارة وفيها من التشويق وفيها من الحماس وفيها من الأهداف وفيها الكثير والكثير والكثير. وهنا من خلال هذا اللقاء البرشم الذي يستعد لبناء كرة عود المحاولة لمصلحة أسود الرافدين في دائرة المنتصف، محاولة تأتي عن طريق اللاعب أمير العماري يلعبها في الجهة اليسرى إلى ضرغام إسماعيل، عادت إلى أمير مرة منتخبين كرة عن طريق مصطفى ناظم يلعبها في الجهة اليمنى إلى لاعب الطلبة ضرغام إسماعيل، أيضا تجربة احترافية كانت مثالية جدا في بطولة كأس الخليج، أجواء لم نعهدها خلال النسخ السابقة من هذه، تبتسم في كل من يجي أو يأتي إلى مدينة البصرة لمشاهدة بطولة كأس. هذا هو من يعيدها ويستعيدها للمنتخب العراقي، نلعب في 3 دقائق أخيرة لمنافسات بطولة كأس الخليج، والعراق المنتخبين بنفس الأسماء ينطلق شوط المباراة الثاني، وفي كلا المنتخبين يستمر بين المنتخبين حضر من خلاله هذا الجانب والجانب الآخر بشوقيت المناسب. تعود بعد ذلك إلى دائرة المنتصف للمصلحة مميزة في هذا الحدث الكبير وهذا الحدث الخليجي الكبير الذي دائما ما يجمع الأشقاء ودائما ما يوحد الصفوف. كرة فيها تدخل صافرة من حكم المواجهة مي نانجي الحكم الصيني حكم مباراة اليوم، رجل الذي قدم جماهير العراقية ترفع علم قطر في المدرجات، نعم الكل يعمل لغاية أسدى أكيد الكل يبحث عن أن يتوج بلقب بطولة كأس الخليج، لكن في النهاية كما ذكر بعد ذلك عن طريق اللاعب محمد وعد عادت إلى أحمد علاء سقوط في أرضية الميدان
اللاعب محمد وعد على ما يبدو عام 1988. بطولات العراق الثلاث كانت مع المدرب الوطني عمو بابا. اليوم للمرة الأولى يبحثون في العبور في مرتين وفشل في مرتين، وفي المرتين التي عبر فيها العنابي إلى المباراة النهائية حقق اللقب 2017 أو 2004 منتخب البحريني والأحمر العماني. كرة بمحاولة للعنابي وبعيدت عادت من جديد وصلت إلى علي فايز. علي فايز الآن يلعب كرة إلى أمير العماري، هذا برونو بينيرو 46 سنة المتخصص دوريل في الدوري البرتغالي ونجح في قيادة الفريق من الدرجة البحث عن الكرة المرتدة. الآن تصل إلى علي أسد، سقوط في أرضية الملعب، لا زالت الكرة بعد ذلك إلى رمية تماس للعناف نفسه من خلال منافسات هذه البطولة وقدم أداء. كرة لمصلحة العراق الآن، محاولة من كرة ثابتة ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، لعب ركنية هذه الكرة بالقدم اليسرى لدرغام إسماعيل. لكن ندخل إلى اللحظات الحاسمة، إلى لحظات أخيرة، إلى لحظات لا تعويض. هذا أبو لحية مين؟ هذا أحمد البحراني بتصميمها الجميل هنا من خلال منافسات هذه البطولة بانتظار معرفة أفضل. دقائق من الوقت بدل الضايع أيضا هي الأخرى انتهت، نلعب في الدقيقة السادسة الآن. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة على هذا التشجيع، على هذه المؤازرة، وشكرا للعنابي، شكرا للعنابي على بطولة جميلة.